مرحبا يا أطفال، عمو يزيد يعطيكم موعد بحلقة جديدة من حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. يوم 25 نوفمبر هو اليوم العالمي ضد العنف ضد النساء، كذلك يوم 29 نوفمبر هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. كان يوم عالمي يوم 27 نوفمبر هو اليوم العالمي للسخاء. الرجل والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة مثل. اليوم سنتحدث عن ياسر عرفات. ياسر عرفات سياسي فلسطيني وأحد رموز حركة النضال الفلسطيني من أجل الاستقلال. اسمه الحقيقي محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة الحسيني. إذن أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية كنز العسل. عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها: لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس. ثم ما عليكم إلا ترسلنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com كما يظهر أسفل الشاشة بالضغط على زرار أراء وملاحظات. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدول هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء. ترقبونا، كونوا في الموعد مع عمو يزيد.